الخبر الأخير مشاهدينا معنا النهاردة يخص الطقس. طبعا يمكن بقالنا يومين ثلاثة الحمد لله درجة الحرارة جميلة جدا ومفيش برودة اللي عشناها أيام طويلة خلال الفترة اللي فاتت، لكن النهاردة هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة والالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة. وكشفت الهيئة أيضا عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاث حتى الحد المقبل، وأننا أو مصر هتشهد اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل أيضا للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. لكن ده نهاية الشتاء، لأن بعدها هيكون طبعا زي ما احنا عارفين في موجة جديدة من انخفاض درجات الحرارة، يعني اللي هيخفف الملابس اليومين دول هيكون طبعا عرضة للإصابة بالبرد مع الانخفاض المفاجئ اللي هيحصل. معانا على الهاتف دكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك دكتور منار. أهلا بحضرتك أستاذة رانيا وأهلا بكل السادة المشاهدين. طمنينا يا دكتور، إيه هي أحوال الجو الفترة المقبلة؟ يمكن إحنا بنشهد ارتفاع في درجات الحرارة العظمى، اليوم سجلت على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية. متوقع غدا من الأربعاء تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، ومتوقع تكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى غدا 27 درجة مئوية. 27 يعني حر أو جو دافئ يعني جدا. إحنا هنقدر نوصف الطقس خلال فترة النهار، مائل الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية خلال فترة النهار، خاصة مع الاستقرار في الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، لكن مع دخول ساعات الليل درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ والطقس هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية. يمكن فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يوصل لأكثر من 13 و14 درجة. ده فرق كبير يعني جدا يا دكتور منار، يعني جدا. عشان كده احنا في الفترة دي دايما بنقول الناس مش عاوزين ننخدع بالطقس الدافي خلال فترة النهار ونغير نوعية ملابسنا، لأن مع دخول ساعات الليل الطقس هيكون شديد البرودة. تغيير نوعية الملابس في الوقت ده ممكن يسمى لا قدر الله بنزلات برد، والأعراضها بتتشابه مع أعراض الكورونا، خاصة كمان إن احنا بعد الارتفاع في درجات الحرارة متوقع من يوم الخميس يكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي 7 درجات، يعني احنا متوقع العظمى مرة أخرى تعود للانخفاض على القاهرة الكبرى، ويوم الخميس تكون 20 درجة مئوية. مع وجود نشاط للرياح هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة، نعود تاني للأجواء الشتوية المعتدلة خلال فترة النهار. ففي تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، وده هيستمر معانا على مدار شهر مارس، لأن دايما هو فصل. طب دكتور منار، يعني معلش، إيه هي أسباب التقلبات الجوية؟ يعني شوية حر شوية برد، إيه هو السبب الرئيسي وراء هذه التقلبات يعني؟ هو طبعا اختلاف التوزيعات الضغطية من يوم ليوم، يعني احنا اليوم او اليوم وغدا بنتأثر ب يعني رياح جنوبية شرقية قادمة من الصحراء الشرقية مرورها بالبحر الأحمر، بتعمل على رفع درجات الحرارة خلال فترة النهار. مع دخول فترات الليل طبعا نفس اتجاه الرياح بتبقى رياح قادمة من على الصحراء، فدرجات الحرارة خلال ساعات الليل بتنخفض لأن الأرض بتبقى درجة حرارتها منخفضة خلال ساعات الليل، خلال ساعات النهار بتبقى مرتفعة بسبب مرورها على الصحراء، خلال ساعات الليل بتبقى منخفضة بسبب طبعا مرورها على الصحراء، فيعني الاختلاف ده بسبب اختلاف الكتل الهوائية. ويمكن كمان يوم الخميس هنبدأ احنا يعني الثلاث والأربع بنتأثر بامتداد مرتفع جوي، الخميس هنبدأ نتأثر بامتداد منخفض جوي، فاختلاف التوزيعات الضغطية من يوم ليوم ده هو اللي بيخلي في اختلاف في درجات الحرارة. يمكن كمان في منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيخلي تاني في فرص لسقوط الأمطار، هيعاود تاني تكاثر للسحب على شمال البلاد، وده خاصة هيبقى ملحوظ يوم الخميس القادم. فاختلاف التوزيعات الضغطية، ودايما ده معروف في الوقت ده شهر مارس، دايما معروف ان هو شهر انتقالي من برودة الشتاء وفصل الشتاء المعروف بانخفاضات درجات الحرارة لحرارة الربيع وارتفاع درجات الحرارة اللي بنشهدها في الربيع، فهي الفترة دي دايما فترة انتقالية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، تقلبات جوية. أيوة. عشان كده بس يا دكتور احنا ما كناش بنشوف يعني الأمور دي زمان، يعني تقلبات الجوية يعني ورا بعضها بشكل متواتر، ما كانش موجود زمان الموضوع ده، احنا فعلا ملاحظين في تقلبات جوية سريعة في هذه الفترة تحديدا.
هو بالفعل في رانيا هو في تغيرات مناخيه اثرت على العالم كله، بتاثر على جمهوريه مصر العربيه، وبالفعل اثرت علينا بعنف الظواهر الجويه اللي بدانا نلاحظها، عنف موجات البرد او عنف موجات الحراره اللي احنا بنشهدها في فصل الصيف، كميات الامطار اللي زادت بشكل كبير جدا. فاحنا بالفعل في تغيرات مناخيه بدات تاثر، بدانا نشعر بتغير في النمط المناخي للحاله الجويه في جمهوريه مصر العربيه. نصيحه اخيره توجهها دكتور منار للمشاهدين دلوقتي اللي بيشوفونا. هو اهم نصيحه في الفتره دي ان احنا ما ننخدعش بالتقلبات الجويه او بحاله الطقس الدافي خلال فتره النهار، ونغير نوعيه ملابسنا على الاقل لانتهاء فصل الشتاء. هنستمر في ارتداء الملابس الشتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل، والمتابعه الجيده للنشرات الجويه بسبب التغيرات الجويه الحاده والسريعه في حاله اليوم. تمام، شكرا جزيلا دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي للهيئه العامه للارصاد.